انا اول واحد هيكتب. حلو يا مستر. هو استاذ علي هيشوف الفيديو ده؟ الاستاذ علاء عبد الهادي، يعني الراجل المهذب الخلوق اللي كلنا استمتعنا بصحبته خلال السنه اللي فاتت. و يعني لا اذكر ان في حد يعني عنده اي انطباع سيء عن هذا الرجل، لانه كان اخ صديق وعزيز علينا كلنا، ويعني بنتمنى له التوفيق في اي مكان يكون فيه. واحنا دايما يعني زملاء واخوات، واحنا اولاد مؤسسه اخبار اليوم، وربنا قدرنا جميعا ان احنا يعني نكون على قد مسؤوليه ان احنا اولاد مؤسسه اخبار اليوم. بالتوفيق يا استاذ علي. شكرا جزيلا. انا من النوع اللي ماليش في الحفلات قوي على المستوى الانساني ده. طب ما كناش همينا بقى. سعدت جدا جدا بالحفله دي جدا، علشان حاجه ما تخص الشخص علاء عبد الهادي، مع كامل احترامي لمبادرتكم الكريمه اللي يعني فوق راسي من فوق، على بس ان في ثقافه بدات تختفي من المكان او من البلد، ثقافه انا سعيد بيها جدا ان انتوا وانا بسيب المكان اكيد في ناس زعلانه مني، واكيد في ناس كانت سعيده بيا، لكن بنقول لبعض شكرا، بنقول لبعض انه يبقى بيننا العلاقه الانسانيه الكويسه، وبنقول زي ما الاستاذ وليد قال كده ان احنا في كيان اسمه اخبار اليوم. الكيان ده كانت احد علاماته الاساسيه واحد ملامحه الاساسيه العلاقات الانسانيه، وعشان كده اخبار اليوم كانت دايما بهذا التميز كانت بتفرق عن اي مؤسسه صحفيه ثانيه، ان تلاقي رئيس التحرير مع المحررين اخوات، يخلصوا هنا ياكلوا مع بعض طبق الكشري، ينزلوا مع بعض على القهوه، العلاقات الانسانيه كويسه. فانا بقول لكم شكرا ان الروح دي موجوده، شكرا لكل من طلع من جيبه ربع جنيه عشان يعمل اكثر عشان ايا كان. فانا بشكره جدا جدا، وبقول لكم اليوم اللي انا جيت هنا برضو في اي مكان، انا بقول لكم اعاده احياء اخبار اليوم وعودتها لمجدها القديم من هنا، وانا لازلت مصر انه هنا. انا سبت المكان في البوابه كمنصب، لكن تاكدوا ان انا فرد من افراد البوابه معاكم قلبا وقالبا، في اي مكان انا فيه في الاخبار او في اي مكان تاني او هنا او هنا، انا اعتبروني مجرد بس ان انا غيرت الكرسي، لكن انا معاكم كلكم زمايلي. وبزعل اول لما حد يقول في سن والدي والكلام ده، انا اخوكم كبير يعني ماشي. فايه تاكدوا ان انا موجود معاكم، اللي محتاج حاجه مني مش هتردد، وليد انا جنبه، اي حاجه لن اتردد في ان انا اقدمها له، لان ده بيتنا وده بيتي والبوابه بيتي، وزي ما الاخبار بيتي، مجرد ان انا بدل ما كنت في الكرسي ده رحت كرسي تاني، مش معناها اي حاجه غير ان احنا كلنا جوه الكيان. الثقافه دي لو موجوده في كل مفردات المبنى ده، تاكدوا ان اخبار اليوم هتبقى الى الابد مؤسسه صحفيه قويه. فانا بشكركم جدا جدا، واي حد في يوم كنت يعني كشرت في وشه ارجو انه يسامحني. شكرا. شكرا جدا. بعد اكتر من 33 سنه امضيتها في مؤسسه اخبار اليوم، في اوقات الحقيقه يعني
أصابني نوع من الإحباط إنه المناخ اللي دخلنا ونشأنا وتربينا فيه بدأ كتير من العناصر الجاذبة فيه تختفي. النهاردة الحقيقة بلاقي رد في اتجاه معاكس تماما، إنه لأ، يعني الخير اللي موجود في أخبار اليوم والروح اللي احنا لقيناها لما جينا قد تغبو للحظة، قد تبتعد قليلا عن عناصر أو بعض عناصر المشهد، إنما في النهاية بتستعيد المؤسسة روحها. وبجد مش عايز أفصل هذه اللحظة عن المشهد العام في البلد، يعني مصر بتسترد روحها وجوهرها، وأخبار اليوم بتستعيد روحها وجوهرها، وطبعا الأمل فيكم يعني إنه هذه الروح تستمر وتنمو وتبقوا أنتوا الناس اللي أو الجيل اللي بيعيد مجد هذه الدولة. شكرا جزيلا. أنا ضيفة عليكم النهاردة وأنا سعيدة بحاجة، إن إحنا جيرانكم، يعني أنا بعيدا عن النقابة إن إحنا جيران لهذا المكان اللي بينعم بروح الشباب. هو في الحقيقة يعني هما ما يصحش خالص يقولوا والدنا والقصص الغريبة، لأنه بس أنا هفتن يا عبير بقى، هو دايما يقول لي ولادي في البوابة، كونوا بقى بتمسك بأهداف الشباب دلوقتي. الشباب روح، الشباب روح، وأستاذ علاء وكل من هو موجود في بوابة هنا، هو هي دي روح الشباب. وحضرتك يعني أصبت الحقيقة بكلمة إن هم هنا مستقبل دار أخبار اليوم. وإذا كان أخبار اليوم يعني أحيانا الروح دي في مصر ابتدت تروح وبنحاول إن احنا نستعيدها، لكن الروح الموجودة في أخبار اليوم أنا سعيدة إن أنا أعرضها، إن أنا موجودة ما بين أكثر الأماكن شبابا في دار أخبار اليوم. وأستاذ علاء إضافة في كل مكان هو موجود فيه، هو عامل محفز وادى دفعة قوية من وقته وجهده مع حضراتكم، لأنه في النهاية هو تيم ورك مع شخصيات محترمة، كلكم ناس محترمين في هذا المكان وأنشأتوه، وهو هيكون قوة دافعة في كل مكان هيكون فيه موجود، سواء في دار أخبار اليوم أو في كل مكان في الصحافة في مصر. يعني أنا كنت نفسي منصب وزير الثقافة وحاجات كده، هو لا يعني ما يقلش عن منصب متهيألي بهذا الشكل. هو مش صحفي بس، هو شخص مثقف، وهو الحاجه حتى اللي يعني تقطع في المكان ده هو ثقافه المكان وروح المكان، واشتغل على ده. فاتمنى ليه مستقبل جيد في كل مكان هيكون موجود فيه، واتمنى ليكم مع اساتذتكم وزملائكم الناس المحترمين الموجودين في المكان ان انتوا تقدروا تكملوا وتستعيدوا لنا احنا كمؤسسه شبابنا. انا طبعا مش موجوده من 33 سنه في المؤسسه، لكن انا موجوده من زمان 3 سنين، من 98 سنه، يعني من ساعه ما يعني انتقلت من الاهرام لهنا. فعلا الروح اللي ولدتها هنا الحمد لله. اخبار اليوم الاول وبعدين لكن قبل كده الاهرام وقبل كده روزاليسو. بس بجد انا بحب مؤسسه اخبار اليوم، هي مؤسستي وانا بعتز بيها وبعتز بالشباب الجميل هنا. شكرا جزيلا لك يا استاذ علي. هو بعد عام من مش عايزين نقول بنودع استاذ علاء، طبعا احنا بنشكر استاذ علاء على الفتره اللي قضيتها معانا، وبس وان شاء الله يكون في تواصل. وزي ما قلت لحضرتك كذا مره حتى على الفيسبوك لما كنا بنتكلم، مش محتاجين بقى نقول لحضرتك انت هتكون معانا، لا انت معانا، انت يمكن بس حابة سعيد ان وليد يرفع السماعه يقول يا علاء احنا عندنا في مشكله في حته ثانيه طبعا يا ريت تساعدنا فيها. تاكد السماعة ده انا نزلت ازورك البحث من زمان. تاكد ان ايوه.